السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمام إعدادية عمر بن الخطاب وادي زم، واحد روغار، واحد روغار راسي هاو. الواد الحار راسي راه مفرقع هنايا قدام الكوليج. ها هو سير ضرب واحد الكولوميت عقب ثاني دار على اليمن. ورا 120 قدام بالخطاب وغادي قدام الطوفيل ثاني. ها هو على اليمن وعلى اليسار. الزنقة كاملة قادوس كامل فرقع من جوج جويه. الواد هذا الواد الخامس هذا دايز فوق الشانطي. الناس راه كتشم صحاب جوطي راهم كيتبرعو هادشي ريحة هادي. وامتى غيتصاوب هادشي؟ هاد الناس اللي مفرشين تلا عمر بالخطاب هادشي راه شلا رواح باز ليهم مساكن ربع ايام هادي ولا خمس ايام. عيب 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 عيب. شوف هاد الحالة. الروايح حسي الروايح الروايح حسي. ندوزو على اليمن. هاهو التبلوكة هنا عند هاد الدودان ضايع. ها الضايع تفرقات فيه ثاني. وراه الشوهة هذه الشوهة الشوهة روايح هذه. أنا الوادي على اليمن وعلى اليسار. شد 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 حالة هادي. الواد داز على اليسار. واحد اللي قلتها اخرى ثاني هنا قدام مقتصدية